يعني هذا التاخير انا بطل يعجبني بالمره في اجتماعات اثناء الدوام مش بعد الدوام بس خليني افهمك اللجان بتضم نساء ورجال ليش مش منفصلين؟ طيب افهم بالاول ثالثا خلينا اكمل الاخر انتو شو اللي بتسووه اثناء الاجتماعات رجال ونساء مع بعض؟ المعلمين انتخبوني الي انا عشان امثلهم ما شاء الله شو رايك انتخبك الك انت عشان تمثلني؟ بركه هيك بترتاح معقول موافق